وسهلا ومرحبا بأحلى مشاهدين في الموعد العادي. أكيد كل نهار اثنين من برنامج تاسعة سبور في متابعة لمختلف الأخبار الرياضية الوطنية العربية والدولية. سعيد بالترحيب بتشكيلة اليوم. صادق قحبيش، أهلا وسهلا بك ومرحبا، نورتنا. مرحبا بك عادل ومرحبا بالحضور. بارك الله الأخين كل الحاضرين. عن حارس المرمى، عنا تبارك الله فهمتي المهاجمين، معناها فهمتني تبارك الله لي ميليو، عنا الدنيا الكل اليوم. ناقص بيفو. انت راه مسؤول دو بالك. لا لا بيفو بيفو قلت لك ناقص بيفو اليوم. باهي، مرحبا بك. ايضا جمال دي الامام، اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا عادل، مرحبا بك، مرحبا بالخيان الكل. شكرا، عايشك. عايشك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. ما كنتش معنا، نهنيو اللي حضروا اليوم ونهنيو مره اخرى التوانسه بالمولد النبوي الشريف. زياد، اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا عدولة، أنا نور بوجودك. برشا ناس سألوني على اللوك الجديد نتاع زياد، قلت لهم هذيك خصوصيات ما نحبش ندخل فيها. عاد مجيد قبانتيني، اهلا وسهلا ومرحبا. عليه ما شابه هكا موتي خبز خميس عليه. ماذا بيه، كان عندك بعض ملاحظات تعطيها له زاد فيها. بارك الله عليه، تو مريقل، تو مريقل ما شاء الله عليه. شكون باش يحصل تو زوز هذوما، شكون باش يحصل؟ خويا معمل عليك اليوم. ايضا اسامه، اهلا وسهلا بك اسامه سلامي. مرحبا، مرحبا بالخيان وبالمشاهدين. ناصر بديو، اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا بيك عادل، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالساده المتفرجين. اكيد قبل ما نبدا نحب نشكر طبعا شكر كبير اكزيست نوتر سبونسور اكزيست لا مارك دي بري ابورتي بوروم نيميرو 1 في تونس، اللي معروفه باللي ديفيرونس ستيل فيستومونتير نتاعها. اكيد موجوده المغازات نتاعها في عديد المناطق وعديد النقاط من تراب الجمهوريه، ومعروفه ايضا بالقام داكسسوار كيما لي بارفان لونيت لي مونتر. دونك اكزيست يو كانت ريزيست. طبعا باش نبداو كالعاده حلقه اليوم بالبيست اوف، ابرز لقطات حلقه البارحه. الملاعبيه هذوما راهو في كره القدم، احنا وقت اللي نبداو نحكيو على لو جو كوليكتيف، نحكيو على الناس اللي تفك في الاوفنسيف والديفنسيف. ما نجمش انا ملاعبي نعمل له نرشم له تيرا على قد قياسه. اليوم انت متعرف تفك وما تعرفش تفك. تحليل جارديا مش كيما تحليل مهاجم، مش كيف كيف راهو. لا هذا هذا الفرق اللي قال لك. لا مش تجاوب معك، ما يسالش تجاوب معك. راهو لي دوز سونتري يلزم يكونوا دي جوار دو كولوار طالعين هابطين. نعطيك طارق ثابت، طارق ثابت، طارق. لا 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 طارق ثابت، طارق ثابت كان في الاسبيرانس سي ان جوار دو كولوار سلامي اللي كولوار يملاه. لا سمح كولوار ديفونسيف قاعد يلعب، رد بالك. شوف العرفاوي ما فهمتنيش في جنب. انا نفهم، انا لا باش نجاوب. الكره عندي، كره عندي، كره عندي عند ناصر، ناصر يلعب معايا. يعني انا ما عنديش علاش باش نوخر التالي. يعني انا نجم نكون كيف الدوزيام ايطون اللي شفناها اليوم. لا ما يرجعش الجمله، اي ما ترجعش الجمله. لا لا هذاك علاش كيما نقولوا في العالم اللي يخلص اكثر هو اللي يعمل ديفيرينس. انا معناها مش اللي جارديان. لا لا ديما شوف في العالم، في العالم، في العالم ديما والجارديان ديما مظلوم، ديما مظلوم يا اخي، ديما كان ربح ثلاثه، ديما كنت ضحيه انت ناصر، ديما الضحيه بيسر. ديما كنت في العالم نجم سي مجيد القبنتيني ضيع اربع بونت في الاخر ماركا ويقول يخرج يخرج بطل 10 وان شاء الله تروحوا بالدم. النجم عنده أكثر من 6 لاعبين في المحور، عنده 7 ولا 8 مهاجمين، عنده لاعبين أروقة، عنده 8 لاعبي وسط منهم 4 كرياتور، معناها قولوا احنا ريجيستا كسوا طايح وإلا فهمتي عالي، عنده لاعبين معناها قبل باش يعملوا الديفيرينسا. الحقيقة أون إسبير راهو النجم يهيمن أكثر على المباريات ويحط أكثر. وش أون إسبير؟ يلزم، يلزم لا لا على خاطر فما فرق. ما أنت ولا أي نتمنى، لا ما بين مش نتمنى. واليوم المعطيات الكل تقول وتأكد أنه النجم الساحلي يلزم يرجع للطريق السوي. وقت الاوقات كان واحد يتمنى باش يهز الفريق نتاعو يبات في مركب النجم الساحلي وبالتدخلات باش تنجم تاخو البلاصه على النجوم. وكان بالحق كان مستوى راقي برشا ومستوى عالي برشا. ومالوريزمون وقت اللي تشوف البنيه الاساسيه نتاع النجم الساحلي معناتها بتصور هذوما اللي يوجعوا بحق. معناتها اليوم باش يوريك نحكيو على زخم مادي كبير، ديون كبيره، لكن في الواقع معناتها الحاجه اللي هي المفروض تكون الباز اللي موجوده اللي يلزمها فيها ثوابت ما يلزمهاش تتمس، نشوفوها بالطريقه هذه بالتصور هذه شيء صادم برشا. راهو كره القدم كل شيء جاهز،
معناها لوجيك صعيب الماتش. انت ما جبتش في الليل ما جبتش حتى فرصه يعني شوف اوكي نحن تو توانسه ونحبوا الوطنيه ونحبوا كذا صعيب الماتش مش صعيب ايوه صعيب برشا انت انت صفر فرصه صفر فرصه تحكي تو والديكلاراسيون تاع المدرب حسين الجابسي اللي يقول لقاصدنا الحكم كان انت في تونس وقاصدك مالا في المغرب شنو ما تمشيش لا مش صفر فرصه والاخر خرج راسه 2 متر مرتين صحيح لذلك معناها انت منعت من ثلاثه اليوم النادي الصفاقسي ظهر لي وصل للشافر وصل للتونجونت اليوم الوضعيه نتاع النادي الصفاقسي الرياضيه الماليه اللي تحب انت اليوم ما عادش النادي الصفاقسي الفريق اللي نعتبروه من الفرق اللي تخوف النادي الصفاقسي في وقت من الاوقات صبح غول افريقيا غول البطوله العربيه وقت اللي يحط ساقه الناس تعمل له الف حساب اليوم النادي الصفاقسي ولا فريق عادي اليوم النادي الصفاقسي ما فماش استراتيجيه اللي كان يحكي لي عليها قبل مجيد الكوبانتيني في البلاتو يقول لي راهو سي منصف خماخم يعمل في استراتيجيه ممتازه وقاعدين نشوفوا فيها انا ما شفتهاش استراتيجيه هاي استراتيجيه وين وصلت النادي الصفاقسي نحكيوا على التشبيب على المشروع الرياضي المتوسط والباقي المتوسط ونهايه العالم و28 28 اليوم النادي الصفاقسي في وضع كارثي تو انت هيئه مديره تو تعمل فواياج تاع 18 ساعه راك انت سامحني تفهم في الطب راهو شوف سيركولاسيون صون حتى للمخ تنقص راهو تعب وراهو شوف انا كي نبدا لاعب سامحني انا كي نبدا لاعب كره قدم ماشي للافريك نجي نلقى مسؤولين عاملين لي فول تاع 18 ساعه ساعه تحب تحكي على لونفي لونفي تبدا من الهيئه ظاهره ما عينهمش يمكن بالمشيه ولا ما يعني بارخصوم ديجا اللاعب يهبط في التيران ولا يمشي للمباراه يقول لك انا ديجا يعني 18 ساعه راهو برشا راهو نحكيوا على نهارين راهو يعني نهارين فيها فول دنوي فيها فول دنوي مع يضرب في الطياره يعني خمسه نتاع الصباح جوات معناها تحس بي نونشالون معناها تحس فقد لقو تقول لي تقول لي انت تقول لي الجمعيه لا 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 ما نوفقش انا ما نوفقش ما نوفقش ما نوفقش استنى سامحني سامحني لا لا سامحني انت سامحني مشيد عمال لحظه جوار بروفيسيونيل جوار بروفيسيونيل يا ربي في رشاوات هو بيدو بالستاتيو اللي هو فيها برا هز الجمعيه يقرا واعطيه ظروف باهيه لا لا هبطت المستوى شنو اللي خلاه انت جوار انت جوار بروفيسيونيل انت عندك ما يخلصش وما يخلص عندك عقد يحميك باش تاخذ فلوسك اليوم ولا غدوه ما تنجمش تعرف تلعب تلعب اموال جمهور سي اس اس نتاعك ما تنجمش تلعب بمستوى تحكي على الاهداف ولا تحكي على انت الكلام هذا يظهر لي ما قلتوش على لاعب ترجي اسمه اللي متعدي باساج افيد طولت على الاخر لا 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 ما عندي مخالك انا قلت يا سيب خلي باش عمل يا دي مش كون على اسمه على اسمه اللاعب الليبي الهوني الهوني الظروف اللي في الترجي موفره يعني من جميع ما وذاك سا متعدي باساج افيد كبير وما سمعتكش قلت الكلام لا لا قلت لا قلت لا 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 سامحوني لا مش بالقسوه هذه نرجع كان نرجع لل بالقسوه هذه لا لا نتكلم بالقسوه هذه حتى الهوني انا جديك تكي شكون الهوني هو على ما ترجع الحاجه اللي باهي اليوم فما زوج مدربين خدموا معنا في التاسع سبور تحيه لهم القاسم وكيف كيف زاد منصر نحيوهم زوز اللي تاسع سبور قاعد تصدر في المدربين ناصر ناقص كان انت تو انت يقرا روحه حماس كبير كان في طبعا في حلقة البارح ونقاش ثري واختلاف الآراء ودائما وأبدا الاختلاف في الرأي رحمة هكا ولا ناصر؟ بيان سور مهم برشا كل واحد اكسبيرونس نتاعو كل واحد تجربة نتاعو كل واحد يحاول يضيف من منطلق التجربة نتاعو. شوفوا الكواليس البارح كيفاش كانت قبل انطلاق الحلقة ونعود ثم ننطلق في استعراض أبرز المواضيع. شد الكاميرا كريم هاي هاي فري دروار عدون يا بيه
والقناة مسخرة كل شيء الإمكانيات الكل باش نرجعوا شو رايك في اليونايتد نتاع الناصر؟ الناصر رقم واحد بالله، والله رقم واحد في الجارديان ولا في رقم ليه جارديان ليه امبارح يدافع شلون جارديان ليه ولي ياسر لا لا برشا كيف ولي لا ما ليه حماسي وبقلبه ربه ناصر إلي أنتي حتى جمال الإمام كان جرح برشا قلبه باهي ناصر قلبه باهي ناصر وجو جرحي رباح رباح حب نربح حبك حد هنا رباح راهو هو ميم طون بكي زد سوس علاش بكي؟ ما نحبش نخسر نتقلق كي نخسر تبكي كي تخسر مش نبكي ما نتقلق نقعد جمعة كاملة وأنا متقلق أنا نبكي كي نخسر يا ما جمعة جو حطيني من لا مش جمعة كاملة نحكي لك بعد الماتش يعني كيفاش زياد؟ قلت لك حتى أنا نبكي كي نخسر كي نخسر ما نقبلهاش ما نحبش نخسر بكي زيد لا بكي يعني يحب يقول بكي بكي شو بكي بكي بالحق ولا بكي بكي معناها بالدموع بكي ما هو ضعف مش بالضروري يكون ضعف بكي دموع ولا بكي بكل شيء تخرنين ودموع وكل شيء متصور كي تمركي تخسر ما تبكيش برشا لا لا هاكي ما نحبش الخساره ما نمركيش انا يعني كنت جي بيلانتي ما نشوتيش نعرف نحب نربح عاد اكثر حاجه نحب نربح سونسيبيليتي يعني نتاع الملاعب نتاع الكوره اكثر حاجه كي تبدا مثلا ماتش تري زامبورتون مثلا ماتش الله يرحمه بلها وقت توفى ما فماش واحد ما بكاش في تونس صحيح انا مثلا تعديت عليه بريود وقت اللي الوالد توفى زاد الله يرحمه نعم وبلها وقتها تعديت عليه ايامات ما عندكش فكره يعني كل ما نمركي نتفكر بابا ونتفكر بلها يعني ما عندكش فكره يعني شفت اللاعبي قد ما هو يكون قوي قد ما هو يكون قوي وراجل في التيران وعنده الجرين تاع واحد شيء قد ما يكون ضعيف صنزيب برشا هذيك هو وكل واحد كوارجي عادل وكوارجي وفنان يبدا عنده سنسيبيليتي اكثر من غيره سمعت مع جعفر القاسمي في جوهره زياد حكيت على خالد بدره قلت لي راه البر يقول هذا باندي وكذا لكن من اطيب الناس معناه فمش مطيب منه خالد بدره مش مطيب منه معناه السلوك نتاع او الكومبورتمون نتاع الملاعبي في التيرار يختلف تماما من البر سونترومبوز عادل شوف لي زابارونس سونترومبوز في كل شيء ساعات تراه ليماج تلفزه ولا راديو ولا التيران تاع كوره ترى عبد اما كيف الشارع حاجه اخرى تقرب وتعاش في الحياه وتقرب له وتعرفوا مالوريزمون نحن ناخذوا كان التصويره الاولى ولا ليماج الاولى ولا الكلمه نحكموا بالمظاهر بما اننا نحكيوا على المظاهر والصور نحبوا المظاهر نحن اي مالوريزمون على كل حال كما قلت بما انه نحكيوا على المظاهر وعلى الصور مراد صغيدي في الرساله الخاصه قبل انطلاق الموسم اكيد رساله القط تجاوب كبير شوفوا شو قال بخصوص الموسم القادم عادينا الصيف زاهين شيخين بتصور قعدت في البال وفي القلب تصور جميلة وقت السبور يخرج في أجمل حلة وقت الرياضة ترجع قيم وتربية واحترام وقدر ونظافة وشيخة وروح رياضية هي في بالي هالكلمة الروح الرياضية ولات مستهلكة مضروبة في بلادنا على خطرها قديمة شوية باهي يا جماعة الكرة الكل ملاعبي مدربي رؤساء مسيرين جمهور حاولوا السنة في هالسيزون جديدة اللي باش تبدأ تكونوا في مستوى أبطالنا اللي فرحونا روعة ليلي ومدراك وليد كتيلة العظيم البطل الأولمبي أحمد الحفناوي اللي غلب ناس الكل أنس جابر ومدراك اللي موقف قدامها حتى حد في الترتيب العالمي
الكلهم جابوا أقوى الألقاب من غير عياط ودزين ومناقشة الحكم وتضيع وقت ورمين القاتل على التيران في أول كونتاكت مع المنافس. حاولوا تخليوا البطولة متاع تونس منتوج جميل محترم نظيف قدر المستطاع. ماقلناش وليوا ملايكة، ما قلناش ما تدافعوش على درابوكم، ما قلناش مدينة فاضلة، قلنا برك نحلموا بماتشوات كورة فيها كورة، بملاعبية يسلموا على بعضهم بعد الماتش، بجوارات يحطوا طاقتهم في اللعب في الدريبيل في التسنتير في تسجيل الأهداف الجميلة، مش في شتم الحكام والتمويه السخيف وتضيع الوقت، مش بحراس مرمى يوليوا على قاب قوسين أو أدنى من الموت السريري بعد كل بلونجون بسيط، مش بأمن وشرطة يدخل على الميدان كل مرة تخوض قول أبو عياض هبط على التيران، ومش لازم عاد زادة نحكيه على كل المسيرين اللي يحبوا يقنعونا اللي جمعيتهم مستهدفة كل جمعة واللي تعرضت المظلمة ندرشكون وراها وهك اللاوي اللي يوجع الكرش وينفخ الراس وكلاوي اللي رد كرة تونس ما تتقربش ما تتحبش ما تستهواش. زعم هذا الكل صعيب عليكم؟ خذوا مثال الرياضيين التوانسة الناجحين، شوفوا ليكيب ناسيونال تاعنا في الفولي، شوفوا ليكيب ناسيونال تاعنا في الباسكيت بالخصوص، شوفوا فين وصلوا ايام لاعبية البطولة التونسية المحترفة. خذوا أمثلة الإبداع والجمال في العالم زادة، ما تعملوش كيفهم في كمية الجيل في الشعر كهو واللبسات القزوردية، شوفوهم كيفاش يتعاملوا كيفاش يقبلوا الخسارة كيفاش يحترموا الجمهور والحكم. بربي آخر مرة حاولوا ترتقيوا برواحكم، خليونا نحبوكم، خليوا غرام الملايين التوانسة بجمعياتهم يرجع كيف ما قبل، خليوا الصغار اللي عمرهم 12 و13 و14 و15 يجنحوا ويشيخوا كيف يتفرجوا في الإتوال والإسبرانس والسيسيس والكلوب والسابي والمستير. مش بركة يشيخوا مع السيتي والريال والبيزجي والتشلسي واليوفي والبرسا والإنتر والميلان، هناك عالم أفضل ممكن، هناك كرة أفضل ممكنة، كونوا في الموعد، كونوا في المستوى، كونوا أنيقين، هادئين، محترمين، كونوا وجه التوانسة الباهي، مش ديما الوجه المشوم، وخليونا معاكم نشيخوا بطولة فيها الكيف والمتعة والضحكة والجو والغرام، وكيف ما يقول الشباب متاعنا بربي زيدونا في البوزيتيف فايبس. مراد الزغيدي يقول لكم هناك عالم آخر أفضل. عاد مجيد قوبانتيني، هل هناك أمل من أجل مشاهدة عالم أفضل؟ إن شاء الله. هو الميساج متاع مراد قوي برشا، معناتها يوجهه الأكثر للرياضيين الملاعبية باش نبعدوا على العنف. وشفنا الصور اللي متاع معناها شفناها مع مناول اللي ما تليقش بمستوى بطولتنا، يحبوا نخرجوا منتوج نظيف، نعطيه رسالة باهية للناس تفرج فينا في تونس في الخارج. لكن إن شاء الله احنا كنا متفائلين ديما نقولوا ونتمناو ان كل موسم رياضي يتعدى باش يكون معنا على مستوى تطلعات الناس كل اللي تحب تشوف كوره وتتمتع، ومعنا باللغه نتاعنا نشيخوا ونمشيو نفرجوا في الكوره مرتاحين ونقبلوا الهزيمه ونرجعوا الناس الكل معناها معنا في مستوى عالي. المساج هذا نتمنى يكون لتونس كامله، معناها مش للرياضيين فقط، هو ربط الرياضيين بالسياسيين بالنجاحات اللي عملوها واللي احنا نفتخروا بهم، لكن كل قدم عملوا برشا نجاحات المنتخب الوطني التونسي وفرقنا ما نساوش عملوا برشا نجاحات. انا حبيت نضم السياسيين وتونس كامله نكونوا يد واحده ونخرجوا صوره احلى من اللي هي توا. الكلام محلو برشا زياد، لكن بين الكلام والفعل مسافه ومساحه كبيره برشا. باهي هو الكلام باهي، معنى الكلام باهي كما قالوا في الاخر معنا بوزيتيف فايبس، مي يزم الناس كل مش كلم لاعبيه مش كلم لاعبيه، يزم زاد حتى الجمهور زاد يكون بروفيسيونيل والمسؤول يكون بروفيسيونيل والصحافي يكون مسؤول واللي يكتب في الجريده يكون بروفيسيونيل واللي شاد الباجيت الفيسبوك يكون بروفيسيونيل. ما نطلبوش كان من الملاعب يكون بروفيسيونيل، اذا كان الملاعب بروفيسيونيل والجمهور مش بروفيسيونيل شعملنا فيه؟ فهمت كيفاش؟ لازم الناس كل تمشي مع بعضها، فرد وقت يزم الناس كل مع بعضها
فرد 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 فيتيس. دونك هي عقليه. هي عقليه. هي عقليه نتاع الناس الكل، اذا تبدا عقليتنا بيه. علاش انا ديما نقول بعد ساعات لازم نقنعوا رواحنا ان احنا اثرت مومون لازم نبدلوا ونقولوا تو وقت الشونجمون يزينا من العقليه الباليه، فما عقله عندنا عقليه قديمه عاد اللي قاعد تحكم فينا، فهمت؟ لكن زياد سامحني قاعده عايشه معنا. زياد سامحني، كيفاش نغرسوها هذيك العقليه؟ تو احنا نتكلموا في المطلق، لكن العقليه هذه اللي تحكي عليها انت كيفاش تجسموها؟ وهذا اهم حاجه، كيفاش انت المساج توصله لكن تلقى سامحني على المستوى التطبيقي تلقى المساج اللي تحب توصل له. فهمتك، تحب توصل. ناقصين دي ليدور، نحن لي ليدور اللي عندنا ماهمش قايمين برولهم بالكدا اك تشوف معنا المكونين لي بيسور لي ليدور نتاعنا نحن. علاش شنو المشكل اللي صار في البلاد؟ القيادات اللي تعمل تصنع في الراي العام، تصنع الراي العام، هما بطبيعتهم رايهم عادم بصراحه، فهمت؟ بكل حال كان جينا معنا اون مونك دي عباد، اون مونك دو جون سيريو، حقوقيين ما يلعبوش ما يكذبوش ما ينافقوش، تو الناس الاخرى تتبع. لا تو زياد فهمت صراحه، اما الناس الكل تنافق في الناس الكل بكل صراحه، ولو الكذب نعيشوا في الكذب نعيشوا في الواحد. كنا نشوفوا قبل في المدارس المشاكل الكل، اليوم بالعكس الثلاثه والاربع سنين الاخرانيين ولات الامور لوطه يعني في الملعب. يعني تشوف انت تشنجات نتاع المسؤولين نتاع الفرق، التشنجات معناها تدخلات في الزربيت الملاعبيه في بعضهم، ما عادش الروح الرياضيه وكل الحاجات الحلوه اللي كنا نشوف فيها قبل، اليوم فقدناها بكل صراحه. اليوم ان شاء الله الموسم هذا نكونوا معناها في المستوى، نكونوا معناها اكزومبل الموسم مش تعدى. فما فوضى، يفو متر دو لورد في كل شيء، في البلايص الكل، تونس كل شيء، الناس كل تتبع شوي انضباط، والانضباط يبدا من فوق وانت هابط، انت تجرب تبداه من اللوطه وانت طالع. يلزم لي جون معناها الكبار اللي في البلاد واللي في الواحد هما كي دون ليكزومبل، ونحن الصغار نحن نتبعوهم، نحن نتبعوهم نطبقوا التعليمات، واللي من بعدنا يطبق التعليمات. لازم ان بو معناها شويه كبس، شويه 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 انضباط، القانون طبقوا القانون اكثر من التعليمات. عاد شبيه عادل القانون، طبقوا القانون، طبقوا القانون، كلمه انسب من التعليمات. مش مشكل يا التعليمات خاطر ديما تعطي المعنى السلبي. عادل ايش نقول لك حاجه، باش يقولوا عاد شبيه طبق التعليمات اخويا، خلينا نطبق التعليمات ولا الفوضى هذه. انا حبيت ناخذ الموضوع من زاويه اخرى، انه راهو اليوم حتى في العائلات نتاعنا العائله ما عادش قاعده تاثر حتى في صغيراتها، راهو تبدا من التربيه ومن المدرسه ومن القرايه. واليوم تشوف الفوضى اللي صايره في المدارس نتاعنا، وكيفاش ولينا نعتديو على المعلمين نتاعنا. راهو اليوم كان الضغط اللي موجود على العائلات وقوت المال، انه حتى الاولياء بعدوا من مسؤوليتهم التربيه اللي كنا نحكيوا عليها احنا، كان قبل الجار يربي والجاره تربي ولد الحومه يربي، واللي 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 متعدي في الشارع عن وقف الكوره باش خليوه يتعدى. راهو تحب ولا تكره هذاك تربينا عليه. ناصر قبل تبدا تكور، تبدا تكور ويتعدى جاركم تهرب تجري، ما عملش شيء، تخاف من جاركم اكثر من بوك. كي كنت نكور وكان يتعدى يجي خويا الكبير نوقف ونخبى، كنا كيف تربينا هذاك. راهو تحب ولا تكره اليوم المجتمع بصفه عامه راهو فما مشكل كبير فينا احنا، في عائلتنا، في تربيتنا، في صغارنا. تحب ولا تكره العائله الصغيره وقت اللي تخرج للشارع سانفلو، معناتها هذاك بطبيعه معناتها نرجع على ينجم كلام مراد باهي برشا، دون لا مزور اللي كونه حتى على الميدان. الحقيقه الاربع خمسه سنين الاخرانيين ولينا نتعبوا باش نخرجوا خمسه سته ماتشوات في بطوله كامله. نصر معناها قبل كانت كل جورني عندنا ماتش زوز ماتشوات النيفو والمستوى. الصدق ما تخرجهمش الخمسه وسته ماتشوات. توا مع انا هو اخر انا هو صحيح. اخر ماتش دو نيفو نحكي لك في البطوله، نحكي بطوله كامله. لا ما فماش، احنا ماذا بينا زياد، ماذا بينا ترجع معناها حتى العباد المؤثرين. ما فماش البلوز خايب ما غير جمهور، لا عندنا تيرانات خايبه باش يكوروا فيهم ولا جمهور. هي موندو فير دو ليفور زياد، راه ما تنجمش تلعب في الكوره. الكوره باش تلعبها بالكدا يلزم عندك تيران باهي، صحيح لازم عندك تيران زربيه الكوره تجري. تروى تيران مولوجي ديجا، صحيح زوز ونص مستير بعد تقول ما عادش يلعب. ما تنجمش ترى كوره، انت عندك انت في تونس شكون يماركي تير دو لوان؟ لا ما او عندنا شكون عنده ساقي، عنده ساقي صار ما فماش. كنا نتفرجوا اخر بونتو تير دو، علاش تير دو ما ماركيش تير دو لوان دو 40؟ على خاطر قبل ما يخمم الكوره باش يشوط يخمم باش يعملها كونترول.
انت شفت يا برشا انت شفت انت نسنترو اون كورس نحنا على اليمين غير كومبليت انت لاتاكون قداش من كونترول يعني باش يعمل ريميز نتاعو يعمل كونترول واثنين وثلاثه باش يرجع زياد كان من حولها لو جو لو جو صحيح زين ياسر والجو ما تقرا حساب للتيران اكثر من تقرا حساب ما نحكيوش كل مع بعض ما نحكيوش زياد كل مع بعض كلمه مهمه احنا خرجنا شويه على الموضوع لا احنا في قلب الموضوع لا معناها خرجنا نحكيو على الكوره وعلى التيران خلي الناس فضفض خلي الناس في علاقه بالكوره في علاقه بالفيتير اللي عادينا شوف التونسي ما يحبش الظلم وقت انت تطبق القانون كيف كيف على الناس الكل تاخذ جمعيات ما تطلب حتى جمعيات سعد المجيد التونسي هو ولا ايه 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 ولا الجامعة دور الجامعة هام برشا وقت انت كجامعة تطبق القانون على الناس الكل معناها في نفس المستوى والناس وقت مش حاسش بالظلم يا مجيد تمشي في الثنيه الصحيحه مجيد انا جيت تحسن مجيد عجبني انا شنو تحسن لا تحسنت برابور للبارح على خاطر البارح كنت نحكي فيها الحكايه هذه وكنت نحكي على الجماهير التونسيه قلت لك وقت اللي يلقاو العدل وما يلقاوش الظلم وقت اللي تودد الهيك تعطي حق كل الناس اليوم عادش نشوفوا الفوضى في الستاد الفوضى في الستاد لا فما اختلاف صار بيني وبينك قلت لك الفوضى ما تصيرش بالتهميش والضرب اللي شفناه والصور الخايبه اللي نعطيو فيها احنا قلنا نجم انا نحس بالظلم احنا قلنا ضد الناس نحس بالظلم لكن انت تو لكن الانفعال نتاعي ما يكونش ما يكونش ما عجبني مجدك يتطور لا لا فما ما اسمع فما صوت فيه من برا فما مراجعات حتى كل اي واحد يسمع مراجعات انا عجبني في مجيد لا 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 بس عليه الحمد لله في نفس لا لا اي واحد نجي مراجعات على فكره تو بعد نجيو موضوع معناها عوده الجميع الملاعب فمردود افعال كبيره خاصه على الكلام اللي قاله عبد المجيد فما برشا من الجماهير اللي اختلفت معاك وكما قلت في نهايه الامر الاختلاف رحمه لكن الثابت نحبوا الجماهير ترجع لكن كيفاش باش ترجع وباي سلوك باش ترجع وباي تصرفات باش ترجع سنعود لهذا الموضوع بعد ما نحكيه الان على الرابطه المحترفه الاولى اكيد الدفعه الثانيه من المباريات جرات البارح الاتحاد المناسيري انتصر على هلال الشابه هدفين مقابل صفر ملك ساسي منعم الورتاني واحمد عباس في هذا التقرير بعد 14 سنة كاملة الفرنسي برتران مارشان وجه لوجه مع قيدوم المدربين التونسيين فوزي البنزرتي البنزرتي اللي رجع بدوره بعد 8 سنين لتدريب فريق عاصمة الرباط ديربي ساحلي بالاتحاد المنسيري وهلال الشابة لياسين بلوك جديد انتدابات بالجملة وقيادة فنية جديدة الهلال الشابي المحتفل بعودته للنشاط بصفه رسميه اول لقاء يتنقل الملعب بن جنات والهدف دخول قسم الاضواء من اوسع الابواب ماتش كما كان منتظر مستوى فني محترم من زوج جمعيات خاصه في ال 45 دقيقه الاولى كره مزيانه وانجاجمون وصل في بعض الفترات للتهور الماتش نتاع السوبر اللي توجنا به دنيرمون خلاني اللي معناه نشد شويه كوره في ساقينا دونك تو بالماتش هذا الفوليوم تاع الماتش معناه سافا باهي معناه طالع on a beaucoup couru on a beaucoup développé du jeu on a la seconde mi-temps a été quasiment à 100% en notre faveur les joueurs ont couru les joueurs ont sauté les joueurs ont accéléré بصمة فوزي بنزرتي واضحة في المجموعة البلوك العالي والضغط على المنافس من البداية بالاعتماد على فنيات بصغير المحيرسي العبدلي والعلوي اللي كان قريب من افتتاح النتيجة من الدقائق الأولى بالنسبة لي معناتها فريق ممتاز هو اللي حصل معناتها 7-8-10 فرص في الماتش ما كنا سجل هدف ما كنا سجل اثنين ما هلال الشابة رغم تجميد نشاط الفريق في الموسم الماضي إلا أنه عمل 20 دقيقة أولى محترمة رغم الضغط اللي فرضه الياسين الهلال عرف كيفاش يحد من قوة المنافس لعب الكونتر وقلق في بعض محاولات دفاع الاتحاد زياد العلوي ويوسف العبدلي ثنائي كان وراء فيكتوار المسير البارح انسجام متفاهم كبير بين الملاعبية الزوز فنياتهم الكبيرة خلقوا الخطر في أكثر من كورة وكانوا حمل ثقيل على الدفاع الشابة اللي ما نجمش يصمد أكثر من 37 دقيقة باش يتمكن العلوي من افتتاح نتيجة وينزع على أولى أهدافه مع الوياسين الموسم هذا
الولاد الكل نفهموا بعضنا القدام يعني مستنسين ببعضنا والحمد لله يعني قاعدين موفقين يعني كين ماركيانا ولا يوسف ولا دريس ولا ماهر مش مشكل ليسونسير اللي نحن نربحه. الفترة الثانية انزل فيها المستوى الفني نسبيا مع أسبقية صغيرة للهلال في الاستحواذ على الكرة. أبناء مارشان كانوا قرب من التعديل في المناسبات وفي كل مرة الجزائري حامية ما يستغلش مركزه المناسب ويهدر على فريق التعادل. الاتحاد المنصيري ما شفناهوش برشا القدام في الفترة الثانية رغم التغييرات اللي قام بها البنزرتي لإعطاء روح جديدة للخط الأمامي، لكن الفريق تمكن من إضافة هدف آخر مع مطلع دقيقة 70 من رأسية للظهير الأيمن للهلال النفزي اللي غالط بها حارس مرماه بوتو يعكس المونك لكوميونيكاسيون بين الحلاوي والنفزي. Une mauvaise compréhension entre le gardien et un défenseur et puis on a marqué contre notre camp. Mais je retiendrai surtout la volonté des joueurs de produire du jeu, la volonté des joueurs de faire des efforts, la volonté des joueurs de mettre de l'intensité. Et quand en football on a ça, c'est peut-être mieux d'avoir ça ce soir que de gagner 1-0. Mais bon, pour ce premier match, après un an, on aurait bien aimé gagner. تولي عصابة تولي أمور ثانية بعد ما سجلنا هدف بطبيعة الحال أي فريق سجله هدف مش يضغط عليك لكن يضغط عليك نعرف كيف ندافع وأهم شيء ما أنت مش تعمل جميع قوية وسوليد لازمك عندك إن بون ديفونس لولسكو جبال دو ديفونس بار دي تورمونت. ثلاث نقاط مهمة في أولى مباريات البطولة للاتحاد يأكد بهم جاهزيته للمراهنة على المرتبة الأولى الموسم هذا وهزيمة ما تعكسش المردود المحترم اللي قدمه للشابة بعد موسم بعيد عن النشاط. بداية قوية إذن للاتحاد المنسير أمام هلال الشاب بعد توقف تقريب موسم كامل هلال الشاب يعود إلى البطولة. المواجهة كانت مواجهة داخل مواجهة بين فوزي بزارتي وبرتران مارشان، أكيد برشا كلام يتقال عن هذه المباراة. صادق صحيح مباراة الحقيقة ما شفناش المباراة في التعليق المباشر لكن تمكننا تبعنا الصور وحاولنا مع معناها لديكلاراسيون لريزومي خذينا فكرة كبيرة عن المباراة. من أكثر المدربين المتوجين في تونس برتران مارشان خاصة فوزي البنزرتي كنا نستناو في مباراة مفتوحة فيها لعب بورين بروميير جورنيه فماش برشا حسابات. رينا الاتحاد المنستيري 13 انتداب في فترة الانتقالات كان توج باللقب الثاني في تاريخه بانتصاره في السوبر على الترجي وبدأ المباراة معناها بطريقة جيدة جاب 3-4 فرص سانها للتسجيل. هلال الشابة خرج شوية في ربع ساعة الثانية حاول كيفاش يخلق الخطر ما خلطش شوية لأنه مستير كانت بريسينج عالي شوية كما نعرفوا سي فوزي تحاول كيفاش معناها باش تشد الشابة في مناطقها. 37 دقيقة لعب هدف ممتاز كما قاعدين نشوفوا فيه معناها ضربة رأسية فهمتني ياخذها عالية برشا الكرة معناها اون ديتونت اكزومبلير في التايمينغ خلينا نقولوا هدف متميز واحد بلاش وما غادي صعبت المهمة تاع هلال الشابة حاولت باش تعدل وجات الفرصة سنحت الفرصة الحامية اللاعب الجزائري اللي ضيع فرصة كبيرة على بعد ضربة على 5 أمتار هاو نشوفوا فيها الفرصة هذيا ومن بعد تو سويت ابري جات معناها الهدف الثاني على اثر هفوة عادي الهفوات تصير معناها ميزونتونت ما بين الحارس والنفزي. عموما هلال الشابة معناها في رجوعه للرابطة المحترفة الأولانية رجع لمكانه الأصلي والطبيعي وحقوقه كاملة معناها رجعت له واحنا فرحانين برشا بوجوده معناها في الرابطة المحترفة الأولى. أول مباراة مازال فما شوية روشيك فما لاعبين كانوا ينشطوا في نوادي أخرى فما لاعبين لعبوا معناها فهمتني وقفوا على اللعب بلوتو دونك اليوم إن شاء الله هلال الشابة نبداو نراو وجهه الحقيقي بعد 3 أو 4 مباريات. أما مستير قاعدة تأكد من مباراة إلى أخرى اللي كونه باش يكون فهمتني رقم صعب في البطولة والحقيقة قاعدة معناها اليوم بشير بن سعيد بجلاسي بتقى معناها دي فالور سور ومستير عندها ركائز اللي متكي عليهم ميم سي صار شونجمون جمعة ولا 10 أيام قبل ديبي الشامبيونا. زيد كي نشوفوا تيران باهي نرقوا فرص كرة تجري أكثر ترقى فرص مرة أخرى كي تشوف فوزي معناها الكيب نتاع فوزي ديما تلعب الأتاك ترقى 3 و4 في الديزويمات نتاع الكيب أدفيرس تحس بصمة أخرى بالنسبة للاتحاد المنسير مع فوزي بن زرتي فمش لاعب كل جمعية شدة فوزي بن زرتي يكون فيها بصمة تشوف كيب تبريسي تشوف ريجوريت حاضرة فيزيكمون شوف شو قدش من واحد في الديزويمتر هكا في 6 ملاعبية في الديزويمتر نتاع الكيب أدفيرس سي فوزي سي تكتيك فوزي ما فماش ملاعب ما نجمش ما يطبقش التعليمات مع فوزي ما يكون شكون لازمك تلعب لاتاك لازمك تلعب لاتاك لازمك تتعلم تستحفظ على الكره ما نجمش هذه تشد كره وتلوحها لا تشد الكره وتعطي باس صحيحه وتعمل موفمون
هذاك هو وهذاك هو الانترنور ناجم وهذيك هي الكره العالميه. كل انترنور غارديولا ولا كلوب كلهم يترينيو كيك باس وموفمون وبريسي باس وموفمون وبريسي ما تقعدش تستنى الادفيرسير. هذيك هي الكره تو نقعد باهتين علاش الملاعب التونسي يطبق التعليمات ويجري ويعمل لابيل ويخلق الفرص مع فوزي بنزرتي ومع انترنور اخرين ما يجريش يكركر علاش. حتى فرص الشابه كانت واضحه خاصه وقت النتيجه كانت متعادله. عبد المجيد قباطين شوف الناس كل كانت تستنى في الشابه خاطر راه مش ساهل باش تقعد عام كامل ما تلعبش كوره معناها بعيد عن النشاط وترجع. اي بيان مع الماتش هذا شفناهم لاعبيه جات برشا خلقت فرص خاصه في الزاميتون بعد ما ليتوال بعد ما المسي سجلت هدف تقريب معناتها على المستوى الدفاعي قعدوا يدافعوا وشفنا معناتها الشابه تقدمت قدام وكان نجموا يعدلوا على طريق حميه. الحاجه اللي حبيت باش نجاوب مع زياد وقت تشوف مير بالصغير تومبيرامون اوفنسيف المحيرسي شوف يوسف العبدلي شوف زياد العلوي اللي نحب نتكلم عليه زياد العلوي سجل هدف على مستوى عالي برشا معناتها وديتنا بان له من عمناول معناتها مستقبل كبير وجاي من زياد جاي من فيذا من كيب ديفيزون 3 معناتها شفنا معناتها ليزيكيب اماتور يجموا يخرجوا لك من لاعبيه كبار. دونك ليسبي تكلم عليه زياد موجود في المستير. بالنسبه للشابه ما عندها ما تخشى خاطر قدمت مستوى باهي. اي لا معناتها عندها معناتها باش تدارك لان عندها ملاعبيه على مستوى عالي. بكل صراحه باش نبداو واضحين يعني البطوله اول مباراه هذه يعني ما فماش كل فريق عنده يعني تكتيك وعنده واحد ما تنجمش تحكم على فريق اليوم في المباراه الاولى بعد خمسه سته مباريات تنجم تحكم على الفريق وتنجم تشوف انت انا والفريق اللي قادر باش يمشي لبعيد. الاشكال تو في السنه في البطوله نتاع السنه تنجمش ما عندكش وقت نتاع ثلاثة واربع ماتشات خاطر فما بلاي اوف فهمت؟ اي نعرف هذه الاشكال وين؟ بار كونتر حاجه اي بار كونتر حاجه مهمه ما حكيناش عليها على سي فوزي اللي زياده تعرفوا الناس كلنا نعرفوه عنده حاجه مهمه اللي هي البلاريتي. البلاريتي هذيك قران استغفر الله عنده اي يعني جمعه وسبت مثلا لافي ولافون في تاع الماتش حاجه ولوجيك حاجه سكري ما تروحش راهو اسامه لوجيك خاطر اكثر البونتويت اكثر من 50% في العالم يتمركز سوغ بالاغي صحيح وسورتو في اول بطوله اللي كما قال جوم فماش برشا اوتوماتيزم وتسقين رزان شويه وكذا اي وتيرانات في تونس ماهمش فريمون مش تاع كوره. فريق نعرفه سي فوزي ديما يلعب بريسينغ هو يلعب الفوق ياسر وعنده ملاعبيه حق عنده ملاعبيه دو كاليتي تو مستير تو كي تشوف حتى واحد ما يجي يلوم على الشابه خاطر الشابه عندها عام بريسك ما لعبتش معناها اوتوماتيزم حتى واحد ما يلوم عليها بالعكس ايش قلت انا قلت الشابه على الماتش اللي خدمته ما نمش نبوله مستقبل باهي مش تدارك ليه بالعكس قلت انا ايش قلت على الماتش اللي خدمته معناها شفنا الفوليوم دو جو خاصه في زيميتون معناتها تقريبا المستير قبلت اللعب انت كي تشوف الهدف اللي سجلها هدف نتاع اوتوماتيزم تشوف انت الحارس كيفاش خرج بالنسبه لكوفرون تكلمتوا عليهم راهو بسرعه صحيح فوزي بن زرتي يخدم برشا ليبالتيين في ليسبيرونس، ما لازم تكون عندك الملاعبيه اللي تجسم الكوفرون اللي تخدمه. لازم يكون المدرب يعرف شكون يحط بالشوت بالاريتي خاطر ساعات عندهم ليكاليتي عندهم ليكاليتي زاده. انا حبيت الناس بسرعه. الشابه والهيئه المديره نتاعو على خاطر موش عادي انك اليوم تنجم تشد فريق عام كامل ويقعد يتدرب بالمدرب والناس موجوده والفريق قعد قايم الذات باش اليوم يلقى روحه يلعب في الشامبيونا راه مش حاجه عاديه معناتها الناس امنت بالقضيه نتاعها وخلت الناس الكل الجروب كامل عام كامل البريسك موجود ويخلص فما يفور كبير عادل لا فما فلوس ولا فما شامبيونا لا فما موتيفاسيون تخلي المجموعه كامله وتشدها باش تخليها تواصل مع بالحق تحيد اعجاب حتى في البونتو اللول قاعد يتفرج عليه ما نعرفش اسكو فما فوت ولا هو كونتر بي لا محاله ضرب له كونتر بي لكن معناها مش كونتر بي اللي خذيها برومي بوتو جوست بربي عادل كلمه اخيره نتمناو الشفاء العاجل الماهر بالصغير لاعب متميز ولاعب خلوق ورجع في فورما ولقى معناها اون دوزيام ايكيب عائله اللي احتضنته مسير مالوريزمون اليوم حسب الاصداء اللي جاتنا عنده معناها ريبتور في التوندون داشيل ان شاء الله ربي يشفيه وان شاء الله نعاودوا نشوفوه بعد ست ما بين 6 و 8 اشهر ان شاء الله. تمنياتنا بالشفاء العاجل الماهر بالصغير طبعا. والان نفتح ملف مباراه اتحاد تطاوين والنادي الرياضي البنزرتي. بنزرت سجلت او افتتحت التسجيل في المباراه لكن اتحاد تطاوين يعدل ويعود من بعيد بثلاثه نقاط ثمينه على ميدانه. مراد مجيد فتحي الناصري وحمدي تراد في هذا التقرير. We'll be right back.
التطاوين يستضيف السيابي في ملعب البير الأحمر. هيئة البير الأحمر وفرت كل ظروف نجاح هذا اللقاء. النادي البنزرتي وبعض المشاكل الكبيرة اللي عاشها الأيام الأخيرة كان السؤال المطروح كيفاش باش يكون وجه الفريق، خاصة بعد العودة المتأخرة بعد ما تم تعليق النشاط أيام قليلة قبل بداية الموسم. اللقاء بدأ بضغط من أبناء محمد علي معالج بهدف مباغتة النادي البنزرتي، خاصة من خلال الرحماني وحسام اللويت. لكن أول فرصة جدية جات للسيابي بعد عمل فردي من خليل بلبوز وكرة تمر جانبية لمرمى زياد الغانمي. بعد فرصة أخرى تتاح لأبناء سفيان الحيدوسي، ياسر المشرقي على اليمين يمرر كرة ممتازة وتسديدة ديمبيلي بولينغ تلقى الغانمي في التصدي. اتحاد تطاوين حاول في بعض الفترات وأهمها تسديدة ياسين الشيخوالي وكرته قريبة لمرمى خالد السعيداني. بعدها كرة ذكية من حسام الواتي على الجهة اليمنى دخلت للشيخ والي وتمريرة للرحماني وتسديدته كادت تغالط الحارس السعيداني. المقابلة أصبحت مفتوحة والفرص تتوالى. هجوم للاتحاد ولخبطة في دفاع السيابي والرحماني مرة أخرى يضيع فرصة افتتاح النتيجة. النادي البنزرتي ورغم بعض محاولات الاتحاد فإنه كان موجود وتمكن في دقيقة 30 من افتتاح النتيجة بعد مخالفة مباغتة من خليل ساسي غالطة الدفاع وحارس الاتحاد. رد أبناء معالج كان سريع وبعد خدمة حلوة كاد الزغلامي يعدل النتيجة برأسية ممتازة. نهاية الشوط الأول عرفت ضغط كبير من المحليين من أجل تعديل النتيجة. في المقابل السيابي تراجع التالي وبحث عن المباغتة من خلال الهجمات المعاكسة. الشوط الثاني سيناريو جديد في المقابلة، الاتحاد وبعد مرور دقيقة ينجح في التعديل بعد توزيعة المكوش والمرة هذه رأسية الزغلامي تعرف طريق الشباك. وضعية جديدة في المقابلة أعطت أفضلية معنوية للاتحاد اللي حاول أنه يضيف الهدف الثاني. شبان النادي البنزرتي حاولوا من خلال بعض الفرص أنهم يسجلوا ثاني وأهمها رأسية نادر الجربي. الاتحاد مر للسرعة القصوى، هجوم مركز، تمريرة من حسام الواتي في ظهر الدفاع ومؤمن الرحماني يتكفل بالباقي وهدف ثاني للاتحاد. بعد الهدف الثاني النادي المنزرتي ينزل للهجوم وتوفرت له بعض الكرات الثابتة، الأولى سيد قطوش يحط الكرة في الركنية وفي الثانية كاد بسام بن عيسى أنه يعدل النتيجة. أحسن لاعب في السيابي بلبوس حاول لكن دون فاعلية وخطورة على مرمى الغان. من جهة الرحماني أفضل لاعب في المقابلة حاول من خلال السرعة بتاعه والفنيات على تثليث النتيجة. أهم فرصة للسيابي جات في أواخر اللقاء من خلال مخالفة على 18 وتسديدة علاء الدريدي يتصدى لها بكل براعة الغامية. اللقاء كان مفتوح ورينا فيه ثلاثة أهداف وملعبية فنيات محترمة كما الرحماني لاعب الاتحاد وبلبوز لاعب السيابي. النادي البنزرتي رغم المشاكل فإنه شبانه في هالمقابلة قدموا أداء مسرب، في حين كان الاتحاد أكثر واقعية وتمكن من حصد ثلاثة نقاط مهمة في مستهل سباق البطولة. كلمة شوط أول صعيب جو كونفيرم، صعبناه نحن على رواحنا خاطر كي يجيو كاتر أوكازيون دو بوت نات نجم ترميهم في الفيلي ما تمركيهمش. الأغلاط واردة في كرة القدم، خطأ في سوء تقدير تسجلنا عليه هدف، لكن بصراحه جون ايتي سور الاولاد مش يرجعوا. انا دوميني معناتها براتيكمون توت لا دوزيام ايتون، اون ايو دي زوكازيون ميم قبل ما ماركيو لو برومي بوت كنا نجموا ماركيو اكثر من دو بوت. رياكسيون بي ايزون بروفي لا فورت بيرسوناليتي الاولاد الكل، برافو. بون جوست راهو بور لانفورماسيون اللي با معناتها ماتش سهل وماتش صعيب يدور اللي شفنا البارح معناتها، ومازالت معناتها تزيد تشوف مستويات معناتها في الرابطه المحترفه الاولى، دونك لازمك تحضر مباراتك بالطريقه اللي لازمها تصير. هذا اللي صار سيناريو حتى وانه نقبلوا هدف ونرجعوا في النتيجه هذا كل نبهنا عليه. الحمد لله هذه بدايه معناتها باهيه للفريق الكل وباهيه لي انا،
ان شاء الله الاوبجيكتيف معناتها السنه ظاهر شطرناه مع الناس الكل وخيال الكل، الناس كل متجنده ان شاء الله باش نكونوا موجودين في مرحله البلاي اوف. الحمد لله يا ربي، معناتها الكره الاولى ما تدخلش، الكره الثانيه دخلت، ليسونسييل معناتها اللي جبنا 3 بوان وفرحنا الجمهور هذاك. رغم الصعوبات ورغم التحذيرات اللي بدات متاخره، اليوم احنا رانا جايين بعد 14 يوم في اسبوعين دربنا 3 حصص، 12 يوم الفريق ما تدربش وثلاثة حصص اليوم فيهم حصة إزالة إرهاق وتنقل 550 كيلومتر لمدينة جرجيس وبعد تنقل المدني باش نلعبنا المباراة. اليوم نحكيه في رابطة محترفة، فريق ما غير تحذيرات ما غير حتى شيء. الله غالب اليوم الجانب المدني في البدني في كرة القدم عنده قيمة كبيرة، والتراجع تاع المردود البدني هو اللي أثر اليوم على النتيجة. اليوم نعطيهم الصحة، عنا فريق معدل الأعمار 21-22 سنة، فريق شاب، الفريق ممنوع من الانتدابات. شنو تنجم تطلب منها؟ كان نطلب كان انه النادي البنزرتي رجالاته تقف مع الجمعيه، تقف مع الفريق، فريق الشاب هذايا، نتجاوزوا هالمرحله الصعيبه. برشا كلام اكيد باش يتقال على مباراه اتحاد طاوين ونادي بنزرتي، وخاصه الظروف اللي يمر بها فريق عاصمه الشمال. سنتحدث عن كل هذا بعد هذا الفاصل الاشاري.